فقد حملكم الوطن أمانة ثقيلة وأولاكم أهل الكويت ثقتهم، فاحرصوا غاية الحرص على إداء الأمانة والارتقاء إلى مستوى الثقة، وأن تضعوا نصب أعينكم دائما مصلحة الكويت وتجعلها المعيار الأول لكل ما يصدر عنكم من قول أو عمل في الشأن العام. ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن أتظل لكم، ولكنني واثق بأنكم لا تغلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها. سمعت الحاكم الطيب أبونا الغالي الحبيب غلان ومننا قريب، سمعت وش الذي قاله عظيم الرؤية في باله، يلا الهمة يا عيال سمعت الحاكم الطيب أبونا الغالي الحبيب قلنا ومننا قريب، سمعت وش الذي قاله عظيم الرؤية في باله، يلا يلا الهمة يا عيال سمعتوا أبونا غايته وحلمة وكل همة تبقى بلادنا وسط السما نجمة، وكل من توطى أقدامه وطن الكويت في ظلها يعيش بخير وبنامة، أبونا غايته وحلمة وكل همة تبقى بلادنا وسط السما نجمة، وكل من توطى أقدامه وطن الكويت في ظلها يعيش بخير وبنامة. ابشر يا ابو ناصر بالذي يرضيك، شعبك شعب متربي على الاصرار، كويتي والكويتي ذا عزام يوصل غايته ويتحدى مهما صار، ابشر يا ابو ناصر ابشر يا ابو ناصر بالذي يرضيك، شعبك شعب متربي على الاصرار، كويتي والكويتي ذا عزة يوصل غايته ويتحدى مهما صار، يوصل غايته ويتحدى مهما صار.